تليفونك دايما يكون مقفول وانت بتذاكر، مش كل 5 دقايق الشيطان يضحك عليك ويقول لك خد بريك علشان خاطر انت تعب، انت ما لحقتش اصلا تقرا السؤال بيتكلم عن ايه ولا فهمت هو رايح على فين، وقافل على نفسك اوضتك وكل اللي يكلمك انا بذاكر، وطبعا بتكون قاعد عمال تتكلم على النت او بتبحث عن اي حاجه او بتتفرج على اي حاجه اخرتك عن المذاكره. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا، اتمنى من الناس كلها تشوف الفيديو للاخر، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم كل جديد. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. في حلقه النهارده هنقول لكم شويه نصايح لو التزمتوا بيها باذن الله هتجيبوا مجموع كويس جدا في الثانويه العامه. طبعا كلنا عارفين ان امتحانات الثانويه العامه هي محل اهتمام الطلبه واولياء الامور، وكل الناس بتكون قلقانه جدا في التوقيت ده، وكل الطلبه بتكون عايزه تجتهد علشان تقدر تجيب مجموع كويس جدا علشان يقدروا يدخلوا الكليات اللي نفسهم فيها، وطبعا لو ما عملوش الكلام ده واجتهدوا اخرهم هيروحوا معاهد، وطبعا ما فيش اي طالب بيتمنى ان هو يوصل للمرحله دي، كل واحد بيضغط على نفسه علشان يوصل للكليه اللي هو نفسه يدخلها. طبعا خصصت لكم الحلقه دي لبعض النصائح عن تجربه وناس كتير فعلا يعني جربت النصايح دي وباذن الله جابوا درجات كويسه وقدروا يحققوا كل اللي هم عايزينه، لكن اهم حاجه امشي على خطوات واحدة واحدة. ودلوقتي هنقول لكم بعض النصائح علشان تقدر تركز وتذاكر. اولا مش هينفع تجهد نفسك في اي حاجة خالص، كل اللي تقدر تعمله حاول تركز في امتحاناتك بس، ما تفكرش في اي حاجة تانية، كل هدفك المستقبل، انت دلوقتي قدامك الدراسة وعايز تنجح وتجيب مجموع كويس وعايز توصل لمرحلة انك تدخل لكلية كويسة جدا زي ما انت عايز على حسب رغبتك. فعلشان تحقق الكلام ده لازم تكون هادي جدا وتخليك ريلاكس، ابعد عن اي مكان فيه صوت عالي ودوشة طول الوقت، خليك بقدر الامكان في مكان هادي علشان تعرف تركز في المعلومة ويكون ذهنك صافي جدا. حاول بقدر امكان المذاكرة بتاعتك تكون بعد صلاة الفجر، نام كويس جدا وتذاكر بالليل بعد ما تقوم تصلي الفجر، اقعد تذاكر في الوقت ده هتكون صاحي وذهنك صافي، تقدر بقدر الامكان تجمع كل المعلومات وتقدر تذاكر وتقدر تحفظ اي حاجة وتفهم بسهولة جدا. الوقت ده افضل وقت تقدر تذاكر فيه، فعلا التوقيت ده تقدر تاخد معلومات قيمة جدا وتقدر انت تفهم من غير ما تضيع وقتك ومجهودك. حاول بقدر الامكان ما تذاكرش في المواصلات او في اي مكان زحمه، لان المكان ده عباره عن تشتيت، انت بتشتت عقلك وخلاص، بتفضل تقرا في السؤال مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وفي الاخر الحاصل مفيش. ليه؟ لان انت بتركز في مكان ما ينفعش اصلا التركيز فيه، وفي الاخر بتصدع وبترمي الكتاب وبيجي لك ملل. حاول تبتعد دايما عن الاصدقاء اللي هيخلوك فاشل، ابتعد بقدر الامكان عن اصدقاء السوء اللي مش هيخلوك تنجح ابدا في مجالك. الاصدقاء اللي ما بيحبوش المذاكره وهيقول لك تعال نمشي في اي مكان، دول مش هيخلوك توصل للي انت عايزه واللي انت عايز تحققه. خليك في مذاكرتك، صاحبك لو هيقعد يذاكر معاك خليه يذاكر، لكن لو هيقول لك تعال نمشي سيبه انت وذاكر. تليفونك دايما يكون مقفول وانت بتذاكر، مش كل 5 دقايق الشيطان يضحك عليك ويقول لك خد بريك علشان خاطر انت تعبت، انت ما لحقتش اصلا تقرا السؤال بيتكلم عن ايه ولا فهمت هو رايح على فين، انت كل اللي انت عايزه ان انت عايز تقعد على التليفون 24 ساعة وقافل على نفسك اوضتك وكل اللي يكلمك انا بذاكر، وطبعا بتكون قاعد عمال تتكلم على النت او بتبحث عن اي حاجة او بتتفرج على اي حاجة اخرتك عن المذاكرة. حاول تعمل جدول لكل المواد اللي هتمتحن فيها، ومن النهارده تقدر تحسب الايام كلها لغاية اخر يوم امتحان وتقسم الوقت ده على جميع المواد. يعني لو فاضل شهر وعندك 6 مواد او 7 مواد او 10 مواد على حسب المواد اللي عندك، هتاخد الوقت الاصلي وتقسمه على كل المواد، طبعا مع الاهتمام بالمادة الاولى والاهتمام بالمواد اللي هيكون فيه ما بينها وبين المادة اللي قبلها ايام قليلة. طبعا انا مش هوصيك على الكلام ده، لكن انا بديك معلومة علشان تقدر تركز على المواد الصعبة وتديها ايام اكتر. حاول تظبط يومك بمجرد ما تقوم، يعني لا تضغط نفسك بنسبه 100% في المذاكره ولا تسيب نفسك على الاخر، خير الامور دايما الوسط، ذاكر وخد بريك. بس برضو عايز اقول لك حاول انك تجتهد اكتر، كل ما اجتهدت اكتر كل ما كان مجهودك في النهايه هتحصد اكتر. اتمنى ليكم النجاح والتوفيق وربنا باذن الله يحقق لكم كل احلامكم، لكن قبل ما ننهي حلقتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد، وطبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. الى اللقاء.